السلام عليكم متابعي قناه فتي فارماسي، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير، تكونوا في صحه جيده. كنا صدر على هذا الغياب الطويل هذا مع الوقت وصافي. بالنسبه لهذا الفيديو هذا بغيت نهضر فيه على مشكل ديال الامساك. بزاف ديال الناس كيعانيو مشكل ديال الامساك، كتلقى متكرر عندهم على طول السنه. كاين اللي كتلقى عنده يعني مره على حسب، كاين اللي كيبدل الجو، كاين اللي ما كيتمشاش، كاين اللي ما كيشربش الماء بزاف، وكتلقى يعني الاسباب ديال الامساك كتكون يعني عديده، وكاين اللي كيكون عنده متكرر كما شرحت من قبل على طول السنه. يعني كتلقى عنده دائما عنده مشكل ديال الامساك. دونك اهم حاجه فكنصح بالشرب ديال المياه بكثره، وكذلك بالنسبه للناس اللي ما كيتمشاوش خاصهم يتمشاو، فحتى المشي فهو كيساعد على التخلص من مشكل ديال الامساك. فهاد لا فيديو هذا اللي كنقدم لكم فيه فورلاكس. فورلاكس هو عباره عن ساشي، يعني لي ساشي كيتخلطوا مع كاس ديال الماء وكيتشربوا. لافونتاج اللي كيعجبني انا في هاد يعني في هاد لي ساشي انه ماشي بحال السيرو. بحال السيرو مثلا كتاخذ السيرو كتشري كتستعملو ديك المده صافي، كتمشي ليك المشكل ديال الامساك، كتبقى واحد بالسيرو في الثلاجه كيجي عاوتاني الامساك، كتبقى تفكر شحال باش غيكون تحل، واش شهر واش شهرين واش 3 شهور، واش نشربو ماشي مشكل، واش غيقدر يدير ليا شي مشاكل، وكتبقى تساؤلات كثيره. دونك احسن حاجه هما لي ساشي فكيتشربو. ها هو من حال هاد فورلاكس هذا، تيكون تدو فاستون ساشي. كاينين الاخرين غير انيا عطات مثال بهذا، حيت هو مزيان حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال يعني السكر اللي هما ديابيتيك او لا فيقدروا يستعملوه، وكذلك يصلح التمسني الفوق. يعني مثلا في الدار يكون فاتمسني الفوق يقدر يشربو، كيدير ساشي وكيتشرك مع الماء وكيتشرب. وكذلك لافونتاج الاخر اللي فيه انه بالنسبه للناس اللي هما ديابيتيك مرض بالسكر ما كاين حتى شي اشكال انه يستعملوه، بالاضافه الى انه حسن من السيرو، حيت السيرو الى بديتي ويعني بحال قلتي مشى المشكل ديال الامساك، كدوز واحد شهرين ولا 3 شهور وكيجيك عاوتاني الامساك، كتبقى تفكر واش شحال هادي محلول، واش عاد دابا، واش باقي فيه الجلد، واش ما باقيش، اك ما غيدير لي شي ضرر اك ما هادي. دونك احسن حاجه هو الساشي، ففيه 20 حبه، يعني كل كيستعمل مثلا غير 3 ولا 4 ولا 10، وكتمشي مشكل ديال لا كونسيباسيون تيبقى، والانسان كيطلع على التاريخ، يعني راه كيكون فيه التاريخ وكيشوف التاريخ، يعني يكون في الحفظ، يكون يعني في بلاصه مزيانه ما مدياش وما معرضاش للشمس ما حتى حاجه، ويقدر يبقى عنده. فاش كيكون مشكل ديال الكونسيباسيون، مشكل يعني الامساك، كيهز الساشي كيقرا ليها التاريخ ديالها كيلقى مزيان وكيشربو. دونك نتمنى يكون فتكون في هاد لا فيديو هذا، والى اللقاء. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي، ما تنساوش لي ابوني ولايك. يلا الى اللقاء.